يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حفظكم الله أن المحققين قالوا إن الطلاق بالثلاث يقع مرة، يقول واحدة ثلاث بلفظ واحد، إذا تلفظ بها بلفظ واحد ما يقع إلا واحدة، لكن الجمهور يقولون يقع ثلاث. نعم. يقول: حفظك الله، فما المراد بقولكم المحققون؟ هل هم أناس معروفون؟ المحققون من أهل العلم، محققون من أهل العلم اللي ينظرون في الأدلة ويتفحصونها. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.